بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة ومع كتاب ديالي غيكومبخوندغ، لكن هذه المرة كتاب آخر طبعا مختلف طبعا عن الكتابين اللذين رأيناهما من قبل. طبعا هذا الكتاب تقريبا هو لمستوى الرابع، نحن درسنا فيه في مستوى الرابع ابتدائي، طبعا كان في وقت ما يدرس في السنة الرابعة ابتدائي. إذن عندنا هذا الكتاب، طبعا هو موجود على الانترنت، طبعا هذه النسخة الثانية، ثم النسخة الثالثة من كتاب يلي غيكومبخوند هي ما انتهينا منها قبل أيام. هذا الكتاب درسنا فيه في السنة الخامسة ابتدائي. سنرى هذا الكتاب طبعا يلي غيكومبخوند كما قلنا الذي يناسب تقريبا السنة الرابعة ابتدائي. إذن عندنا هذه الصفحة كما نلاحظ أو بورد لامير كما نقول على شاطئ البحر، يعني نتكلم عن لوبور يعني الشاطئ، أو نتكلم عن ضفة لو بورد لا ريفيير، إذا نتكلم عن شاطئ النهر أو نتكلم عن ضفة النهر. إذا عندنا أو بورد لامير، هنا عندنا بعض الكلمات التي سنجدها طبعا في النص. كيلكو جور، بضعة أيام. كيلكو جور بضعة أيام. ثم عندنا لوطخان، أبخونا لوطخان يعني القطار. ونسويت هنا لو فوياج السفر. ثم عندنا كلمة كال، أبخونا لومو كال. طبعا كلمة كال ممكن أنها تستعمل للسؤال، نقول مثلا كيلو غيتيل شيفو، مثلا كم الساعة عندكم، كمل ونقول ما هي الساعة عندكم، تستعمل الكلمة مثلا لطرح السؤال، وممكن أن تستعمل للتعجب، نقول مثلا كيل بو بيزاج، إذا كما نتكلم عن أي منظر جميل، كيل بو بيزاج أي منظر جميل. طبعا كلمة كال هي واحدة من أربع كلمات تأتي مثلها، نتكلم مثلا عن كال بهذا الشكل، ممكن نتكلم عن كال أفك أس، نتكلم عن كال التي تأتي بعدها طبعا كلمة جمع في المذكر، نقول مثلا كيل سون لي زاليف كي سون فوني إيغ، من هم التلاميذ الذين أتوا بالأمس. إذن طبعا سنكتب هنا في هذه الحالة كال أفك أس. طبعا ممكن نتكلم عن كال أفك دوزيل أ، نتكلم في هذه الحالة عن كال الخاصة بالمؤنث، نقول مثلا كال بالفيل أي مدينة جميلة مثلا، أو نقول مثلا كلالا في كي تابسونت إيغ، من هي البنت التي كانت متغيبة بالأمس مثلا. أيضا ممكن نتكلم عن كال أفك دوزل أو أس، إذا نتكلم عن جمع المؤنث، طبعا نتكلم عن جمع المؤنث، كال تأتي بعد كلمة مؤنثة في الجمع. ثم عندنا كلمة لو غارسون، ثم عندنا كلمة لو غارسون كما عندنا هنا لو غارسون، إذا نتكلم عن الطفل لوكي. طبعا كما سنلاحظ بأن كلمة لوكي ممكن أن تعني رصيف القطار، ممكن أن تعني رصيف المحطة، محطة القطار مثلا حيث يقف المسافرون، وممكن نتكلم عن لوكي في حالة الكلام عن الميناء، إذا نتكلم عن الميناء رصيف الميناء إذا يسمى أيضا لوكي. ثم عندنا لوكوزان يعني ابن العم، ابن الخال، ابن الخالة، ابن العمة، إذا يسمى لوكوزان. طبعا في المؤنث نقول لاكوزين، ابنة العم، ابنة الخال، ابنة العمة، ابنة الخالة، تسمى لاكوزين. ثم عندنا لاميزون، المنزل، لاميزون، المنزل. ثم عندنا لابلاج، إذا نتكلم عن الشاطئ. ثم عندنا لوباتو، إذا نتكلم عن السفينة، لوباتو السفينة مثلا. طاغ، إذا نتكلم عن متأخر، طاغ، سيطاغ، إنه وقت متأخر مثلا، سيطاغ، إذا نتكلم عن طاغ، متأخر. ثم عندنا ويتر، طبعا كما تلاحظوا عندنا لليزون بحال الطي تاع
تقرا في وسط كلمه واحده، وحنا عندنا جوج كلمات هنا ويتور. اذا نتكلم عن الساعه الثامنه، الساعه الثامنه، وممكن في حالات اخرى نتكلم عن 8 ساعات. ثم عندنا لو سولاي بغي، لو سولاي بغي، اذا نتكلم عن الشمس تلمع، هنا لو فيرب بغي كونجيغي او بريزون. عندنا لو فيرب بغي مصرف في الحاضر طبعا، لو سولاي بغي الشمس تلمع، غيفايي غيفايي طبعا لو فيرب غيفايي يعني ايقظ. ومن هنا مثلا كلمة لو غيفاي، لو غيفاي يعني نتكلم عن وقت الاستيقاظ، وقت الاستيقاظ، او نتكلم عن الاستيقاظ. ثم امايو دو بان، امايو دو بان، اذا نتكلم عن قطعة قماش يلبسها الشخص عند السباحة، امايو دو بان. اذا عندنا هنا ميشيل بار اون فاكونس، سون بير لا كوندوي ا لا غار اون فواتور. ميشيل va prendre le train. Il va passer quelques jours au bord de la mer chez son oncle. Chez son oncle. Il est heureux de partir. Il n'a jamais vu la mer. Bon voyage, Michel. Michel part. Michel part en vacances. Idem Michel يذهب في عطل. Idem Michel يذهب في عطلة. Part. C'est le verbe partir. Je dis au présent. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent, ils partent. إذن هم ينطلقون أو هم يذهبون. Ils partent. Michel part en vacances. إذن ميشيل يذهب في عطلة. طبعا في اللغة الفرنسية كما ذكرنا فيما سبق بأن كلمة vacances تجي ديما في الجمع. تنتكلم على les vacances. كما نقول العطل. ولكن نتكلم في الحقيقة عن عطلة. Son père l'a conduit à la gare. Son père l'a conduit à la gare. إذن أباه يقوده إلى المحطة. En voiture على السيارة. إذن الأب ديالو جابو المحطة ديال القطار في السيارة. Son père l'a conduit. طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب conduire. طبعا هو فعل تنتمي للمجموعة الثالثة. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. تنتهي ب RE. ماشي IR. كما في المجموعة الثانية مثلا. مع الشرط المعروف اللي هو أنه يعطينا السماع ديال دوزاس. في البخيزون أو في الامبارفي إلى غير ذلك. Son père l'a conduit à la gare. إذا أباه يقوده إلى المحطة. Il conduit une voiture. هو يقود سيارة. أنك تقود شخصا بهذا الشكل كما عندنا هنا مقصود أنك تحمله في السيارة. Son père l'a conduit à la gare en voiture. إذن أباه يقوده إلى المحطة في السيارة. ميشيل va prendre le train. إذن ميشيل سيأخذ القطار. طبعا كما تلاحظوا هنا عندنا va. Va. هذا le verbe aller. ثم عندنا prendre هذا فعل أخذ. هذا تيجينا هنا مسرب بالطريقة فقط باش يساعدنا نصرفو هاد الفعل الثاني. طبعا لو فيرب الي ممكن أنه يجي بوحدو في هاد الحالة يعني ذهاب، ولكن هنا ما تيعنيش ذهاب، هنا جا فقط باش يساعدنا باش نصرفو الفعل الثاني. الفعل الثاني هو prendre هو أخذ. إذن غيولي المعنى هنا ميشيل سيأخذ سيأخذ القطار. هذا هو الدور ديال لو فيرب الي في هذه الحالة، فاش تيجي ويسبق لنا واحد الفعل آخر. الفعل الآخر طبعا بحال اللي عندنا هنا ما تيتصرفش، اللي تيتصرف هو هذا. نقول مثلا نوزالون بخوندغ لو طخان، نحن سنأخذ القطار. ميشيل فا بخوندغ لو طخان، إذن ميشيل سيأخذ القطار. إذن سيأخذ القطار مقصود أنه غيركب فيه، ماشي غياخدو بيدو مثلا. طبعا لأن لو فيغ بخوندغ راه ممكن يعني أخذ باليد، أنك تأخذ مثلا قلما. عندما نقول مثلا ميشيل فا بخوندغ لو ستيلو، ميشيل فا بخوندغ سيكلي، إذن ميشيل سيأخذ قلمه أو ميشيل سيأخذ مفاتيحه، يعني غياخدو بيدو. ولكن في هاد الحالة اللي عندنا هنا ماشي المقصود بأنه سيأخذ القطار بيده،
ولكن المقصود أنه سيركب هذا القطار. طبعا لو فيغ بخوندغ بحال اللي عندنا حنا في الدارجة تستعمل بنفس الطريقة، هذا غياخد تران، المقصود بأنه سيركب القطار. إذا il va passer quelques jours au bord de la mer chez son oncle. Il va passer quelques jours au bord de la mer chez son oncle. Il va passer. Il va passer. إذا هو سيمضي. Il va passer. هو سيمضي. سيمضي. هو سيمضي. طبعا لو فيغ باسي يعني فعل أمضى. نقول مثلا لو طون باس. لو طون باس. الوقت يمضي. الوقت يمضي. إذن il va passer quelques jours. إذن هو سيمضي بضعة أيام. quelques jours. quelques jours. بضعة أيام. إذن هو غيقضي كما عندنا هنا أنه غيمرر، غيدوز بمعنى آخر، هو غيدوز بضعة أيام عدما. أو بوغ دو لا ميغ، على شاطئ البحر. شي سون أونكل، عند عمي. عند عمي. هاد الشيء المقصود به عند، ولكن في الغالب أنها تعني في منزل. بحال اللي عندنا هنا عند عمه، المقصود به في منزل عمه. il va passer quelques jours. Il va passer quelques jours au bord de la mer. Au bord de la mer. هو سيمضي بضعة أيام على شاطئ البحر. Chez son oncle. عند عمي. Il est heureux. Il est heureux de partir. إذن هو فرح de partir. بالذهاب. هاد partir اللي تنشوفو هنا هو هاد part اللي عندنا هنا. مصرف في البريزون. هنا ما مصرفش. علاش ما نصرفش هنا؟ لأنه جاء بعد دو. جاء بعد دو. الأفعال اللي بحال الطريقة اللي عندنا هنا تيجو بعد دو ما تتصرفوش. ماشي كاينة غير الحالة ديال دو، كما ذكرنا في حالات كثيرة بأنه ملي تيجي الفعل بعد دو، بعد تيجي بعد بوغ، ملي تيجي بعد أ، تنتكلمو على أ اللي عندها أكسون، متنتكلموش على هاد أ، متنتكلموش على هاد أ الخاصة بأفواغ. نقول جي تيا إيل أ. إيل أ. إلا في. إذن هو رأى. هنا جا كمساعد هاد أفواغ. في حالة أخرى يأتي للملكية. هنا ما تنتكلموش على هاديك أ ديال أفواغ. تنتكلمو على أ لا بريبوزيسيون. تنتكلمو على واحد الحرف. مثلا نقول جو في أليكول. هاديك أ. هنا جات قبل اسم. جو في أليكول. أنا سأذهب. أنا ذاهب إلى المدرسة. إذا تتعني هنا إلى، ولكن بعد مرات تجي قبل الفعل. إذا الفعل متى يجي بعد دو، بعد أ، أو بعد فعل آخر، بعد بوغ، إذا طبعا ما تتصرفش. إلي توغو دو باغتيغ. إذا هو فرح بالذهاب أو بالانطلاق. إل نا جامي في لا ميغ. إل نا جامي في لا ميغ. إذن هو لم يرى قط لا ميغ البحر، ما عمرو شاف البحر. إل نا جامي في لا ميغ. إل نا جامي في لا ميغ. إذن هو ما عمرو شاف البحر. أول مرة غيمشي عند عمو الذي يسكن بمدينة على البحر، إذن ستكون له فرصة رؤية البحر لأول مرة. إل نا جامي في لا ميغ. بون فواياج ميشيل. أبوه يقول له بون فواياج ميشيل. رحلة طيبة يا ميشيل. رحلة طيبة يا ميشيل. إذن طبعا ميشيل سيذهب في القطار. Voici la gare de Villeneuve-sur-Mer. Voici la gare de Villeneuve-sur-Mer. إذن ها هي محطة فيلنوف. الاسم ديال المدينة هكذا تسمى فيلنوف. شكون اللي تيبين لنا بأن هذا اسم المدينة؟ أن الاسم مبدوء إن ماجيسكيل. إذا الاسم مبدوء بحرف كبير. إذا هذا يعني بأن هذا اسم. هذا واخا هو اسم ديال المدينة، لكن عنده معنى. تنتكلم هنا على فيل، نتكلم هنا عن فيل، إذا نتكلم عن مدينة. ثم نوف، غير هما شاركوا هنا، رغم أنه اسم مشروك، فهو مشتق من معنى معين. هنا تنتكلم على فيل نوف، نقول عن شيء بأنه نوف يعني أنه جديد. طبعا كلمة فيل
مقصود بها مدينه، مدينه جديده، سيغ مير على البحر. تنشوفوا حتى كلمه سيغ انها مربوطه بهاد الكلمه اللي قبل منها، ثم انها مربوطه بهاد الكلمه اللي غتجي من بعد منها اللي هي مير. اذا المقصود بها هنا مدينه جديده على البحر. ملي تنقولوا مثلا حنا مدينه جديده، عندما نقول مثلا في المغرب مدينه الجديده، اذا اكيد كنا نتكلم عن مدينه جديده. اذا واسي لا غار دو فيلنوف سور مير، ها هي محطه مدينه فيلنوف سور مير. طبعا كما تنعرفوا بان لا فيل هي كلمه مؤنثه، لذلك قلنا هنا نوف ولم نقل مثلا نوف نوف. واسي لا غار دو فيلنوف سور مير، ها هي محطه فيلنوف سور مير. لو تران سي تاريتي، اذا القطار انه توقف. كما تنشوفوا هنا كان ممكن نقول مثلا لو تران اي تاريتي، ممكن ان القطار تم توقيفه. في هذه الحاله نتكلم على الفيرب اريتي. لو تران اي تاريتي المقصود بان القطار تم توقيفه، شي واحد وقفه، ولكن هنا ما تنتكلموش على لو فيرب اريتي مصرف مع اتر، هنا تنتكلموا على لو فيرب ساريتي يعني فعل توقف، ماشي شي واحد وقفه، هو وقف راسو، هي تتقال بهذا المعنى. لو تران سي تاريتي، القطار توقف. اذا عندما نقول بان القطار توقف كما لو نقول بانه هو توقف من ذاته، ولكن في الحقيقه راه الشيفور اللي وقفه. اذا نتكلم عن السائق هو الذي اوقفه، ولكن هي تقال هكذا. طبعا هي تقال هكذا لو تران سي تاريتي. اذا نتكلم هنا على لو فيرب ساريتي، اذا لو تران سي تاريتي القطار توقف. كيل سون سي دو غارسون كي اتوند ميشيل سور لو كي، كيل سون سي دو غارسون كي اتوند ميشيل سور لو كي. سو سون لي كوزان دو ميشيل، سو سون لي كوزان دو ميشيل، سو سون لي كوزان دو ميشيل. Ils sont venus le chercher à la gare. Ils sont venus le chercher à la gare. Avec Pierre et Jeanne, Michel va bien s'amuser. Voici la gare de Villeneuve-sur-la-Mer. Le train s'est arrêté. Quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Menhom, quels sont? Menhom, quels sont? Menhom. Et donc, comment est-ce que vous avez dit qu'il y a un certain لأننا نتكلم عن غارسون كلمة مذكرة، هذه أولا، لأن كون كانت مؤنثة غنديرو دوزال هنا، مغنديروش آل وحدة، غنديرو دوزال وغنزيدو أ وغنزيدو واحد أ. إذا نتكلم في هذه الحالة عن المؤنث، ثم الجمع فنضيف إس. إذا هنا نتكلم عن المذكر غنديرو غير آل وحدة، ثم نتكلم عن الجمع غنزيدو إس. إذا كيل سون سي دو غارسون، إذا من هم هاد الطفلين كي اتوند اللذان ينتظران. طبعا نتكلم هنا لو فيرب اتوندغ، هنا ici on a le verbe attendre conjugué au présent conjugué au présent. اذا نتكلم على لو فيرب اتوندغ مصرف البريزون. اذا كيل سون سي دو غارسون كي اتوند ميشيل، من هم هاد الطفلين اللذان. طبعا اللذان تتعوض كلمة كي، وهاد كي ماشي بحال اللغة العربية أنها تتصرف تتبقى هكذا، ممكن نقول الذي، ممكن نقول اللاتي، أو ممكن نقول كما عندنا هنا اللذان إلى غير ذلك، تجي في هذا المعنى، ولكن تتبقى عندنا كي. كي أتوند ممكن نتكلم عن أن غارسون كي أتون، إذا نتكلم عن طفل الذي ينتظر دائما عندنا هاد كي. إذا كيل سون سي دو غارسون كي أتوند، من هم هاد الطفلين اللذان ينتظران ميشيل، اللذان ينتظران ميشيل سور لو كي على الرصيف. إذا شكون هما هاد جوج الأطفال لي تينتظرو ميشيل على الرصيف؟ على الرصيف، الرصيف كما قلنا هو المكان اللي تيتمشاو فوق منه المسافرون من غير المكان ديال السكة. سو سون لي دو كوزا دو ميشيل، إنهم كما نقول المقصود هنا إنهما لي كوزا أبناء عم ميشيل.
ولكن احنا ما عندناش ابناء عم، يعني الابناء ديال العم، احنا عندنا اسم تطلق على هاد الابناء، الابناء اللي تيكونوا بهاد المعنى، ابناء العم، ابناء العمه، ابناء الخال، ابناء الخاله، تنسميوهم مباشره كوزان. في حال المؤنث نقول كوزين. اذا هاد الاشخاص تتسموا بهاد الاسم هكذا، ما فهمش ديك القضيه ديال فلان ولد فلان، ولد فلان تنسبوا لواحد الشخص مثلا، هنا انهم تتسموا هكذا كوزان، سوسون لي كوزان، سوسون لي كوزان. اذا هادوك راهم لي كوزان، هادوك راهم لي كوزان دو ميشيل، دو ميشيل، خاصين بميشيل. Ils sont venus le chercher à la gare. Ils sont venus le chercher à la gare. إذن هم جاءوا، هم جاءوا. كما تلاحظوا بأن الverb venir مصرف في le passé composé. إذن عندنا هنا le participe الخاص بفعل venir. مادام أن les cousins يعني أبناء العم أو أبناء الخال إلى غير ذلك، أنهم هم أتوا بأنفسهم، هم اللي جاو، ماشي جابوا شي حاجة أخرى. إذن طبعا سنصرف الفعل مع être. Ils sont venus، إذن هم جاءوا لو شيرشي. طبعا مادام أن هاد لو بارتيسيباسي مصرف مع être، تنزيدو اس الخاصة بالجمع. هنا الفعل في هاد الحالة اللي هو متمثل في لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فونير اللي عندنا هنا، تتأثر بلو سيجي. إلا كان هذا مفرد تنحيدو اس، إلا كان مؤنث تنزيدو او، إلا كان جمع تنزيدو اس بحال اللي عندنا هنا. كون كنا تنتكلمو على جوج بنات نتكلم على لي كوزين، لي كوزين. إذا سنقول هنا ال سون فوني، غنزيدو واحد او اس هنا. علاش؟ لأن الفعل مصرف، مصرف مع اتخ، لان الفعل مصرف مع اتخ. كون كان عندنا افوار هنا، لو ان هاد لي كوزان هما اللي جابوا شي حاجه اخرى، كون جابوا هما شي حاجه اخرى، طبعا غنصرفوا الفعل مع افوار، غنستعملوا هنا افوار، وما غيكونش عندنا هاد الاضافات اللي غنزيدو هنا. ما تنزيدوش هاد اس او او الخاصه بالتانيث مثلا، ولكن مادام ان الفعل مصرف مع اتخ، هنا الفعل غيتأثر بهاد لو سيجي كما قلنا. Ils sont venus le chercher à la gare. إذن هم أتوا لو شيرشي، كما نقول هنا بحثه، للبحث عنه. لو شيرشي كما نقول بحثه، ولكن المقصود بها للبحث عنه. À la gare في المحطة، جاو يقلبوا عليه في المحطة. Avec Pierre et Jeanne، إذن مع Pierre و جين، هنا نتحدث عن جملة أخرى avec Pierre et Jeanne. إذن مع Pierre et Jeanne ميشيل va bien s'amuser. ميشيل va bien s'amuser. ميشيل سيتسلى جيدا. إذن مع Pierre et Jeanne، إذن طبعا ميشيل غيلقى الراحة ديالو معهم، إذن غيلقى مع من غيتونس. إذن ميشيل va bien s'amuser. كما تلاحظوا هنا عندنا فا ساميزي، فا ساميزي. اذا نتكلم على لو فيرب ساميزي مصرف مع لو فيرب الي. طبعا هنا تنتكلموا على واحد الزمان في اللغه الفرنسيه اللي تسمى لو فيتور بروش، لو فيتور بروش. طبعا لو فيتور بروش كما نقول المستقبل القريب، انه تستعمل فيه لو فيرب الي، ماشي بحال الأزمنة الأخرى تستعمل فيها مثلا لوكسيليار أفواغ أو إتر. هنا عندنا لو سومي أوكسيليار ألي، إذا نتكلم عن النصف المساعد إن صح التعبير. علاش؟ لأنه ما تستعملش كتير، إذا كأنه نصف مساعد فعل ذهب، ولكن كما قلنا هنا ما تعنيش ذهب، هنا فقط أتينا به لتصريف الفعل اللي غيجي من بعد منه باش يعطي المعنى اللي ذكرنا قبل قليل. سا سا ميشيل فا بيان ساميزي، ميشيل سا يتسلى جيدا. اذا مع الوناسه ديال بيغوجين
اذا ميشيل غيدوز وقت مزيان احسن ان صح التعبير. طبعا نستأنف مع هذا النص في الفقره القادمه، حياكم الله والى اللقاء قادم باذن الله.